مشاهدينا، وللحديث أكثر عن وضع العراقيين الاقتصادي والاجتماعي في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم. مرحبا بك أستاذة هبة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، تحية لحضرتك وتحية لجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله. وزير العمل في حكومة السوداني يصرح بأن يد الحكومة ستصل إلى كل فقير في العراق، يعني إذا كانت الحكومة صرحت بأنها لن تترك فقيرا على أرض العراق، هل هي تصريحات أم هناك فعلا خطط مدروسة ومشاريع واضحة للوصول إلى الفقراء وفق هذه التصريحات؟ أستاذ الكريم، هناك حقيقة يعلمها كل العراقيين، وحضرتك واحد من العراقيين وتعلمها أيضا، أنت وأنا أعلمها أيضا. نعم هذه الهتافات وهذه التصريحات دائما ما نسمعها نحن، ودائما نعم ما تتردد على مسامعنا عند استلام كل مرحلة مع من سنة 2003 إلى حد الآن، بعد نعم مع كل الحكومات المتعاقبة، هناك دائما تصريحات، هناك دائما وعود، هناك دائما عهود تقطع للمواطن العراقي بأنه يد الدولة سوف تصل إلى كل المواطنين العراقيين، والمواطن العراقي سوف ينعم بحياة حرة كريمة، وستنسف سينسف مبدأ الفقر والعازة وما إلى غيرها من الشعارات الأخرى التي نسمعها، ليس فقط في بداية استلام كل فترة حكومية، وإنما حتى قبل الانتخابات، لكن على أرض الواقع هل شاهد أو هل لمس المجتمع العراقي أي شيء من هذه التغييرات؟ لم نشاهد هذا الشيء، ما زال الواقع المجتمع العراقي والاقتصادي بالنسبة للمواطن العراقي في انحدار دائم ومستمر، وخير دليل وخير شهيد على هذا، على ما أقول، هو ما حصل من انهيار للعملة العراقية مقابل للدولار، ما هذا ما شاهدناه في الأسابيع المنصرمة. هذه كانت واحدة من الأزمات، فكيف ممكن أن هناك أزمة ثقة أصبحت ما بين الشارع العراقي والمواطن العراقي وما بين الحكومة، ما بين تصريحات هذه نعم الحكومة. أصبحت هذه التصريحات مجرد عبارات رنانة ومجرد شعارات ومجرد دعايات انتخابية لا أكثر أو أقل، أو مجرد بالنسبة للحكومات اللي موجودة حاليا مجرد وعود أو عهود تطلقها للمواطن العراقي، لكن على أرض الواقع لم يشهد لا المجتمع العراقي ولا الشارع العراقي ولا المواطن العراقي أي بادرة ممكن أن تنهض بهذا المستوى الاقتصادي، وممكن أن تنقل حالة الفقر اللي يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، ممكن أن نعم تنقل إلى طبقة أخرى من طبقات طيب، المجتمع. اليوم من أبسط مفاهيم العدالة هي توزيع الثروة على المحافظات، يعني لماذا نرى محافظات تعاني من الفقر ومحافظات من المفترض أنها تمتلك ثروات هائلة ويستخرج منها النفط وكذلك المعادن النفيسة في العالم وتعيش في كفاف، وهي من المفترض أن تكون من أغنى المدن في العالم وليس العراق، ميسان، البصرة وغيرها من المحافظات؟ يا أستاذي الكريم، الواقع اللي يعيشه العراق حاليا هو أو العبارة الرئيسية التي تهيمن وتسيطر على الوضع السياسي الداخلي في العراق والفساد الإداري. الفساد الإداري هذا الذي طال هذه المحافظات، الفساد الإداري هو لا يقتصر فقط على فساد إداري موجود في الحكومة المركزية اللي موجودة في بغداد، لا، نعم ممكن هو أن يطال باقي المحافظات الأخرى، فبالتأكيد ممكن أن نشهد مثل هكذا حالات توجد في محافظات ثرية مثل محافظة البصرة على سبيل المثال، نعم مثل محافظة ميسان، هذه المحافظات الثرية والغنية بالمعادن وبالنفط، يعاني أهلها ما يعاني من مستويات فقر كبيرة جدا. كل هذا يعود سببه إلى الفساد الإداري المستشري في المؤسسات الحكومية العراقية. طيب، هنا اليوم أيضا العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها قادة العملية السياسية في العراق وشركائهم، كيف يمكن فهمها مع تواصل خروج الشباب اليوم في تظاهرات منذ 2019 وقبلها؟ تخرج يوميا مظاهرات للمطالبة بفرص عمل، توفير خدمات، إيقاف الفساد المستشري في البلاد. العدالة الاجتماعية والمظاهرات هما في ضدان، هي علاقة عكسية. طالما هناك لا توجد عدالة اجتماعية، فبالتأكيد راح يكون هناك صوت مناهض للواقع الذي يعيشه أي مجتمع، مو بس فقط المجتمع العراقي. نعم إذا أردنا الحديث عن العدالة الاجتماعية، المجتمع العراقي لا يعيش أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، هذه عبارة عميقة جدا وبنفس الوقت مغيبة جدا عن واقع الشارع العراقي. خير دليل على ما أقول هو عمل
عمليات التهجير وعمليات التطهير العرقي التي تطال الكثير من القرى الآن في المحافظات العراقية. خير دليل على ذلك مجزرة الجيالية التي حصلت في محافظة ديالى اليوم، واللي نعزي كل أهلنا وكل من فقد عزيز في هذه المجزرة. إذا مفهوم ومبدأ العدالة الاجتماعية مغيب بالشارع العراقي، لا، المشهد العراقي لا تتسيده العدالة الاجتماعية أبدا، هذا المفهوم وهذا المبدأ مغيب تماما. لذلك نرى هناك دائما العديد من المظاهرات، العديد من الأصوات التي دائما تظهر وتنادي بالضد من هذه الممارسات القمعية السالبة للحقوق الإنسان العراقي. يعني أيضا ثوار تشرين الذين خرجوا، ومنهم من ضحى بروحه من أجل تحقيق هذه العدالة الاجتماعية وتوزيع العادل للثروة في العراق البلد الغني، هل كان قتل الميليشيات للثوار هو صراع منهجي أم أعمق من فكرة الصراع على السلطة التي صدرتها تلك الأحزاب لحراك تشرين؟ بالتأكيد يا أستاذي الكريم، المشهد السياسي تتسيده القوة الفعلية الموجودة حاليا المتمثلة بالميليشيات. نعم. الميليشيات الآن قوة حقيقية موجودة في داخل المجتمع العراقي، داخل الشارع العراقي، فأكيد الاضطهاد وأكيد القمع وأكيد العمليات التي ارتكبت ضد ثوار تشرين أكيد هي كانت بأسلوب ممنهج من أجل القضاء على كل هذه الأصوات الحرة التي كانت تنادي باسترداد للهوية العراقية، باسترداد للعراق كوطن. العراقيين فقدوا مبدأ المواطنة، هذا المبدأ بدأ يفقد بمرور الزمن. لذلك جاءت هذه الانتفاضة وجاءت هذه الثورة، كانت صوت عراقي نقي حقيقي من أجل استرداد هذه الهوية ومن أجل الحصول على حياة حرة كريمة، هذه الحياة التي كان يطمح لها العراقيين منذ بعد 2003 ولحد الآن. طيب أيضا على الجانب الآخر، هناك المحافظات المنكوبة والتي حررت من تنظيم داعش، منذ 5 سنوات تمت عمليات التحرير، وإلى غاية اليوم هناك 4 إلى 5 ملايين نازح، وبحسب منظمة ريتش الدولية تقول 71% من النازحين يعيشون في بيوت مستأجرة، و59 أو 60% منهم يعيشون على المعونات، بالتالي هم لا يملكون فرص عمل ولا رواتب رعاية اجتماعية ولا حتى أوراق ثبوتية حتى يثبت أنه هو عراقي اليوم. وبالتالي الحديث عن واقع العدالة الاجتماعية في العراق هو حديث مخجل مع الأسف. عندما تكون مثل هكذا حالات موجودة في العراق ولا يتم معالجتها ولا يتم اعتبارها حالة ضرورية جدا لمعالجتها، واجتثاث مثل هكذا حالات من المجتمع، اجتثاث مثل هكذا حالات مؤلمة، حالات تنتهك حرية وحقوق الإنسان العراقي، فمن المخجل والمعيب الحديث عن العدالة الاجتماعية ونحن نعيش مثل هكذا حالات الآن. هذه الحالات، الوعود بعودة النازحين والعودة إلى بيوتهم والعودة إلى قراهم والعودة إلى مدنهم، هذه العبارات سمعناها منذ قبل الانتخابات الأخيرة. نعم. أثناء فترة الحملة الإعلامية لكل ممثلين المكون السني، لكن للأسف لم على أرض الواقع لم نشهد أي تغيير. هذه الأصوات ما زالت مغيبة، بالإضافة إلى النازحين هناك مجموعة من المغيبين، هناك مجموعة من المعتقلين أيضا في السجون بدون أي أسباب وبدون أي استجواب بالنسبة لهم، هذا هنا أيضا يجب أن يتم ذكرهم أيضا. تمام، نشكرك يا الشكر الجزيل من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية العراقية هبة الفدعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.